وتعتبر هبطيد التي تقام قبل عيدي الفطر والأضحى المباركين إرثاً حافظت عليه الأجيال المتعاقبة، ومن التقاليد العمانية العريقة التي يحرص العمانيون دائماً من قديم الأزل على إقامتها، وهي عبارة عن أسواق تقليدية تقام على مساحات مفتوحة من الأراضي أو تحت ظلال أشجار النخيل والمانجو والغاف أو بالقرب من القلاع والحصون.